هلو، شلونكم؟ نرحب بكم أجمل ترحيب بعالم صوت المستقبل. اليوم راح أخذكم بجولة صباحية سريعة بمنطقة الصدرية وبنص بغداد. يلا صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ الله يخليك عمري. بيش كيلو اللحم بالصدرية؟ 13. نزل لي شيشين تكية، شو عليها؟ يا صياد السمك اطلب النية. اقول لك رسول، قل لي قياش خوما غميج؟ لا يغرق السمك. اوكي. الصدريه ليش سموها الصدريه؟ والله الصدريه جت مسميات اثنين حسب يقولون ابانا واجدادنا. اول شيء سموها الصدريه لان قبل كانت حلوى صدر مواد، وثاني شيء اكو ولي من اولياء الصالحين جوه مدفون اسمه صدر الدين. لهذا جت مسميات اثنين. انت من سكنت منطقه الصدريه؟ ان شاء الله. صار لك ايش قد بالمنطقه؟ ما صار لنا وايد، يعني اباي واجدادي 75 سنه. لا ابد مو هواي، اودعناكم. شنو الريوق اليوم اقول لك؟ الريوق كاهي قمر مخلمه باقول لك كبوه شوربه تشله فراي، شو تريد موجود. منيو؟ شو تريد؟ اكلها نظيف، اكله بغداديه، شو تريد هنا؟ انواع الاكل، شنو اللي ببالك يجي هنا؟ صدريه لها نكهه خاصه، يعني منطقه قديمه تراث بغداد، منطقه يعني تراثيه. شنو اللي يميز الباكه مالتكم بالصدريه؟ باكه هي باكه اكله الملوك يسموها. باكه يعني بالصدريه لذه طعام بالصدريه. اي تجمع كل الناس بيها هنا. هنا كل طوائف الشعب العراقي ياكلون بمعون واحد، يعني صمونه قسموها بالنص. هنا يعني الناس قلبها طيب، ملتمين، يعني حلوه لمتهم حلوه. بس ساعه تفتحون انتوا عاده؟ والله بالثنتين بالليل. بالثنتين بالليل؟ اي والله. زين العالم يعني يا ساعه تبتي ترداد على المحل؟ هو من يعني من هيك وقت العالم ما تنام، اغلب الشباب ما تنام، تجي بالدراجه تجي بالسياره، يجون شباب يعني يجون يتريقون، اكو عوائل مرات تجي تتريق، اي يشوفون يعني هاي على الفيس ما فيس هاي الشغلات ماكو. زين سوي لي معهم كاهو قمر، خليني اترك على متكمل التقرير. خادم انا واشكرك. هذا الريوق الزين. صباح الخير شباب، اسمحوا لي اقعد يمكم. صباح حبيبي. احلى شيء هنا انا بالصدريه من تجي تتريق تقعد يم ناس انت ما شايفهم الاول مره، تتعرف عليهم ويصيرون اصدقائك. الله بالخير يا ابي. تريقوا تريقوا. ما قلت لي انتم منين؟ احنا من سامر، احنا دائما من رواد هذا المكان، نقصده من سامر نجي نتريق هنا بالصدريه. فهذا المكان عندنا يعني شيء اساسي، بنيجي لبغداد الا نزور الصدريه. تخيلوا هذا المكان ايش قد مأثر بشبابنا العراقيين، يجي من سامرة ويقطع كل هاي المسافة على مود يتريق بالصدرية. الحلو بالصدرية ريوقاتها الصبح تموت، وناسها يخبلون، مو بس هاي كرون بايسكلات، سووا تاكل صاحبك اللي يكري. خوش حكي احلى نحكي.